هذا الحوار مع سيد يحيى المتوكل عضو لجنه مهرجان الباديه والواحه هنا في قصر ايت مسعود في واحه تهمت. اهلا بك سيد يحيى، تابعنا معكم طيله 3 أيام من هذه الفعالية ولاحظنا كيف أن إدارة المهرجان نجحت في إقامة مهرجان لأول مرة في واحة أو في قصر ايت مسعود واحة تغمرت بإمكانيات متواضعة ولكن بإرادة وعزيمة قوية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم سهلة قناة الراديو نيوز، مرحبا بكم سهلة في بلدك وبين أهلك وبين دويك. مهرجان الواحة والبادية هو النسخة الأولى اللي نظمت في قصر ايت مسعود واحة تغمرت، اللي الهدف منه كان التواصل مع باقي أطياف القبيلة خارج أرض الوطن وفي الشمال وفي الجنوب، والثاني منه وهو إبراز الطاقات اللي تتوفر عليها القبيلة. الحمد لله طاقات شابة واعدة وبإمكانها باش تنظم نسخ عالية الاهتمام وعالية الجودة، والحمد لله توفقنا. كان الحمد لله افتتاح في المستوى، كانت الحمد لله رغم عدة إكراهات ولكن الحمد لله كان الكل على ما يرام، لا من التنظيم لا من الاستقبال لا من كل جوانب الحمد لله. ثانيا مولي هون لا يسعني ولا انسى ان نوجه الشكر الخاص لجاليتنا في المهجر اللي هي ازرتنا ماديا ومعنويا، ولا انسى مولي باش نرحب بجميع الضيوف وبجميع الوافدين وبجميع المشاركين وبجميع المنظمين اللي الحمد لله خلاوا النسخه تبان على في احسن صوره، واللي الحمد لله نطمحوا من وراها باش تعود نسخة ثانية إن شاء الله. مثلا الوقت اللي خلينا احنا نختاروا هذا الوقت بالضبط لتنظيم المهرجان هو زامنه مع اليوم 10 غشت اللي هو اليوم العالمي للمهاجر، بحكم أن عندنا جالية كبيرة في المهجر واخترناها تشاركنا الأفراح وشاركنا اللقاء في المهرجان. وثانيا مولي زامنه مع الذكرى 14 غشت اللي هي ذكرى استرجاع واد الذهب اللي هو ذكرى غالية على كل المغاربة، بما يخص عنوان والله المهرجان اللي هو الواحة والبادية هو أن قبيلة ايت مسعود هي تسكن البادية، بادية تيسة فيها منميين فيها مزارعين فيها يعني الناس اللي ترحل، وعندنا مول الناس ساكنة في قصر ايت مسعود، الناس اللي هما حتى هما يزاولوا مثلا فلاحة الواحات اللي هي الزراعة السقيوية وتربية الماشية، لأن الواحة هي شبه تمدن بحكم أن مثلا فيها مدارس فيها كذا، ارتأت الساكنة باش تعود في الواحة. يعني ملاحظة أنه شفت عند بارك الله يعني قصر ايت مسعود في كثافة سكانية كبيرة أو على الأقل يعني هذا المهرجان استطاع أنه يجمع ياسر من الأسر ياسر من الأشخاص اللي ما قد تلقاه ربما لسنوات ياسر. والله الحمد لله احنا هذا الجمهور الكبير اللي تراعي فيه اللي توافد علينا الحمد لله من جميع ما هو الا من واحد تغمرت، جاتنا الناس من جميع الواحات اللي مجاورنا وجاتنا من جميع المداشر اللي مجاورنا وجاتنا من المدن، ولاحظنا هون عن كاين اقبال لا من جمهور يعني لا من حتى جهويا وحتى وطنيا، وهذا ينعتنا احنا ويبيننا عن المهرجان الحمد لله ناجح ماذا منه فيه قد هاك من الناس، وهذه النسخه الاولى وحنا قدينا نوصلوا هاك، هذا شيء يبشر بالخير الحمد لله. وانتم كما شاهدتم والله تتبعتم ان كانت هناك الحمد لله كيتوفر على عده نشاطات بما فيها ترفيهيه ثقافيه الفروسيه الهجن، هذا الحمد لله يبشر بخير. هل ان شاء الله نشوفوا نسخه ثانيه؟ احنا ان شاء الله هذه عندنا نعتبرها كنقطة بداية للنسخ ان شاء الله جاية، ونعتبرها مولي هذا بعث لقبيلة ايت مسعود بعد واحد ما نقدر نقول لك عنه سبات عميق القبيلة فوتت ياسر ما عدلت كيف هذه الملتقيات، وانا بعد اعتبره من هون عنه هذا بعث للقبيلة من جديد. شكرا سيدي يحيى المتوكل عضو لجنة تنظيم مهرجان الواحة والبادية، شكرا جزيلا لكم. شكرا سيدي.